انضمت ايسوس للشركات صاحبة الكاميرا المزدوجة في الهواتف، لكنها لا زالت تحافظ على الإطارات العريضة. نتحدث اليوم عن زينفون 4 برو، فلنبدأ. مراجعة سريعة. أطلقت ايسوس 6 هواتف ذكية مؤخرا، زينفون 4 برو هو الأقوى بينهم، لذلك اخترنا البدء به. النظرة الأولى للهاتف لا ترى فيه أي ابتكار أو جديد في التصميم، لكن لفت نظرنا انحناء الزوايا بأناقة. الإطاران العلوي والسفلي عارضان فوق الحاجة، ويذكرنا بهاتف آيفون 8 بلس مع وجود لمسة لمعان على الإطارات. في الواجهة بالأسفل زر رئيسي ميكانيكي يتضمن مستشعر بصمة، وعلى جانبيه زر لمس. بالأعلى الكاميرا الأمامية ومستشعر، في الظهر أعلى اليسار كاميرتان وفلاش ومستشعران، ومنتصف الظهر شعار الشركة. على اليمين زر الطاقة وزر التحكم بالصوت، وعلى اليسار منفذ لتركيب شريحتي اتصال أو شريحة اتصال وذاكرة تخزين خارجية. من الأسفل منفذ USB من نوع C، والمدخل التقليدي لسماعة المكالمات 3.5 ملم وسماعة خارجية. عموما التصميم لمسنا فيه بساطة. الوزن 175 جرام وسماكة 7.6 ملم، الطول 15.69 سنتيمتر والعرض 7.56 سنتيمتر. نتوقع أن استخدامه بيد واحدة سيكون أمرا صعبا، لذلك كنا نتمنى لو كان الإطاران العلوي والسفلي أقل من هذا العرض. الشاشة 5.5 إنش بدقة Full HD بكثافة 401 بيكسل بالإنش، ومغلفة بطبقة حماية من نوع غوريلا جلاس 5 ضد الخدش والصدمات، وتشغل الشاشة 70% من مساحة الهاتف الكلية، كما أنها مزودة بطلاء مقاوم للرطوبة. من حيث الأداء نتوقع من الهاتف السرعة والسلاسة حتى في الاستخدام المكثف، كون ايسوس لم تبخل على هاتفها بتدعيمه بأحدث معالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 835-8 نواة بتردد 2.35 جيجاهرتز، ومرفق بمعالج رسوميات أدرينو 540، الرام 6 جيجا بايت، ونسختان من ذاكرة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، ويدعم تركيب ذاكرة خارجية حتى 2 تيرا بايت، لكن أقصى مساحة متوفرة بالسوق حاليا هي 256 جيجا بايت. يعمل بنظام أندرويد نوغا مع واجهة زين يو آي 4.1 الخاصة بشركة ايسوس. كاميرا الهاتف مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل مزودة بمستشعر IMX362 من سوني مع فتحة عدسة واسعة 1.7 ومعززة بمثبت بصري OIS وتقنية PDAF والتركيز التلقائي المدعوم بالليزر. الكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بيكسل مزودة بمستشعر IMX351 من سوني أيضا مع ميزة توفير تكبير بصري للصورة بمقدار الضعفين Optical Zoom 2X. والكاميرتان مزودتان بفلاش مزدوج وتدعمان خاصية الضبط التلقائي للصورة، كما تحتوي الكاميرا على وضعيات احترافية مثل التصوير بصيغة جيف أنيميشن وسلو موشن حتى 240 إطار في الثانية، وهو أمر مميز، وتصوير تايم لابس والتقاط فيديو بدقة 4K ب30 إطار في الثانية وفول اتش دي حتى 60 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 بزاوية تصوير 87.4 درجة، وهذا مفيد لجمع أكبر عدد كبير من الأشخاص بصور السيلفي. يحتوي الهاتف على 3 ميكروفونات داخلية بتقنية ايسوس لتقليل الضوضاء مع مخرجي صوت مزدوج، كما يضم الجيل الخامس من تقنية البلوتوث السريعة جدا في نقل البيانات والاتصال. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3600 ملي أمبير تدعم الشحن السريع. تدعي الشركة إن شحنه خلال 5 دقائق يكفيك للتحدث ساعتين، وشحنه بنسبة 52% خلال نصف ساعة، كما أنه مدعوم بشاحن بقدرة 18 واط يتوفر باللون الأبيض أو الأسود. ايسوس كتبت ملاحظة عبر موقعها أن بعض المواصفات تختلف حسب المنطقة، لذلك تأكد من المواصفات التي تعنيك أنها متواجدة بالنسخة التي تريد شراءها. سعر الهاتف على الموقع الرسمي 600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 2250 ريال سعودي. الخلاصة: هيكل قوي، إطارات عريضة، شاشة Full HD، معالج ورام قوي، كاميرا قوية، بطارية جيدة، تدعم الشحن السريع ولا تدعم الشحن اللاسلكي، غير مقاوم للماء، وسعر غير منافس. كان هذا تقريرنا عن زينفون 4 برو، إلى أي مدى تراه منافسا ومقنعا؟